إبراهيم والبلاء العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ما كان أطول رحلة نبي الله وخليله أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هي رحلة بدأها من بلاد ما بين النهرين، وبعدما ثبت في ابتلاء مواجهة قومه المشركين ومن ورائهم طاغيتهم النمرود، عندما واجه ضلالاتهم بمنطقه وشجاعته، ثم حطم أصنامهم في معابدهم. وعندما أراد قومه إحراقه بنار كبرى، سلم أمره لله راضيا بأي شيء قد يصيبه في سبيل حبيبه الأوحد رب العالمين. أجل، كان مستعدا لأن يحترق في جوف تلك النار التي كان منظرها وزفير لهيبها يبعث الرعب في النفوس، فكيف بأن يلقى المرء في جوفها؟ ولكن الله كافأه على هذا الثبات بأن أنجاه من تلك النار، ثم قربه ليكون له خليلا وحبيبا. وجعله للناس إماما وهاديا، فكان إمام التوحيد، جاب في سبيل نشر كلمته البلاد، زارعا بذور التوحيد بين الأمم والشعوب. أجل، لقد وثق إبراهيم برحمة ربه وبأنه الوحيد الذي سيهديه، فهداه الله خير هداية. ولكن إبراهيم عليه السلام راودته آمال كل رجل في هذه الدنيا، آمال بأن تكون له الذرية، الذرية الصالحة التي يورثها التوحيد وربما النبوة. ولكن كيف وقد شارف على سنوات الشيخوخة وامرأته سارة قد تجاوزت سن الإنجاب، ويستجيب الله لإبراهيم فيبشره بغلام حليم، ومن هاجر جارية سارة التي وهبتها لزوجها عساه ينال منها ذرية. وهكذا كان. فقرت عينا أبي الأنبياء بمرأى ولده إسماعيل، ولكن طريق إبراهيم عليه السلام نحو نيل مكانة خليل الله كان يشتمل على ابتلاءات جديدة، أين منها ابتلاء نار النمرود. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وعندما قرت عينا إبراهيم بمرأى ولده إسماعيل، وبعدما غدا أبا بعد طول انتظار، يصدر الأمر من الله رب العالمين،
بأن يحمل ولده وزوجه هاجر ليمضي بهما إلى حيث بيته المحرم ليسكنهما هناك. ويمتثل أبو الأنبياء لأمر ربه متوكلا عليه كما اعتاد دائما، دون أن يكون عالما بعد بمكان هذا البيت المحرم. ويمضي الركب الصغير سائرا بوحي الله وهديه لخليله، فيقطع السهول والوديان ويجتاز الشعاب والجبال. هذا وإبراهيم عليه السلام يظن بأنه سيسكن أهله قرية من القرى العامرة أو جنة من جنان الأرض وارفة الظلال، حتى إذا بلغ الركب ذاك الوادي القاحل بجباله الجرداء القاتمة يصدر الأمر من الباري جل وعلا: فها هنا بيت الله الحرام، وهنا أمنه، وفيه على إبراهيم أن يسكن زوجه وابنه ويغادرهما في الحال. ويا لهذا الابتلاء الجديد، فهو عليه السلام لن يفارقهما وحسب، بل سيكلهما لله وحده، فسرعان ما سينفد منهما الماء والزاد، ولن يكون لهما ملجأ إلا الله. رحمة الله وحده ستكون ملاذهما في تلك الأرض الكفراء. يا له من ابتلاء يضعف عنده أقوى الآباء وأجلدهم. فيوم ابتلي إبراهيم عليه السلام بمواجهة النمرود وناره، كان عليه أن يكون مستعدا للتضحية بنفسه، ولكن ما أكثر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله أو كانوا مستعدين لذلك. ولكن الأمر مختلف حينما تكون التضحية متعلقة بالزوجة والولد، تضحية لا يجرؤ عليها إلا من كان مثل إبراهيم في أقصى درجات التوكل على الله سبحانه. أجل سيغيب عنهم ويغادرهم، ولكنه سيكل أمرهما لله سبحانه، فيرتفع صوته بالدعاء بأن يؤنس وحشتهما برفقة حسنة طيبة من أناس ذوي طيبة وخلق كريم، وبأن يرزقهما من الثمرات ما يستغنون به عن السؤال والطلب. وما كان أكرمه سبحانه بحق خليله، فمن بين قدمي ولده تفجرت ماء زمزم المباركة، فجعلت جماعة من أخيار بني جرهم تفد إلى المكان، وساعة رأوا غزارة نبع زمزم عرضوا على هاجر شراءها بثمن كبير دفعوه من قطعان ماشيتهم. وهكذا سكنت هاجر وولدها عند البيت المحرم الذي أصبح عامرا بمن سكنه من بني جرهم، عزيزة بما صارت تملكه من أموال، ومن فضل كونها صاحبة هذا الماء الذي تفجر بقدرة الله بين قدمي ولدها. وهكذا اجتاز إبراهيم عليه السلام وزوجته الصابرة هاجر ومعهما ولدهما، اجتازوا هذا الابتلاء باتكالهما على الله وتسليم الأمر إليه جل وعلا. ومرت السنوات ونشأ إسماعيل وترعرع بعيدا عن والده إبراهيم الذي كان يزور مكة بين حين وآخر. وحينما كبر إسماعيل واستوى فتى كريما وقويا يعد بشباب زاهر، حل موعده وموعد أبيه مع الامتحان الأكبر والبلاء المبين.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لقد رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه وثمرة فؤاده، ورؤيا الأنبياء حق، لأن الشيطان لا يتمثل لهم فيها. وفهم إبراهيم عليه السلام حقيقة الرؤيا والمقصود منها، إن الله يأمره أن يذبح ابنه الوحيد إسماعيل الذي وهبه الله له على الكبر، والذي سأل ربه أن يجعله من الصالحين. والآن بعدما كبر ابنه وصار رجلا وحقق آمال أبيه، الآن يأمره الله بذبحه. لكن أليس الأمر أمر الله؟ أليس الآمر هو الله؟ أليس هو مستسلما لأمر الله، مفوضا أمره إليه، مسارعا في تنفيذ أوامره؟ ولله حكمة في ذلك الأمر. ومهما كان الأمر شاقا صعبا مرهقا، حيث سيذبح بيده ابنه ورجاءه، لكن عليه أن يتحمل ما فيه من مشقة وصعوبة. إنه ابتلاء وامتحان، وإعلان كامل العبودية والاستسلام لله. وسيدنا إبراهيم خليل الله هو السباق لذلك، فهو أول المسلمين. توجه نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى تنفيذ الأمر، وهو راض عن أمر الله، مستسلم لقضائه. لكنه أراد أن يشرك معه ابنه الصالح الحليم الصابر لذة الاستسلام لأمر الله عز وجل، والرضا بقضائه، والتحقق بعبوديته. ولهذا عرض الموضوع عليه وأخبره: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إنه يعرف جواب ابنه، لأنه أنشأه على البر والحلم والاستسلام والعبودية لله. ولم يخيب إسماعيل ظن أبيه عليهما السلام، وإنما قال له: يا أبت افعل ما تؤمر. انظر إليه، انظر إلى إيمانه العالي وثقته الكبيرة في الله عز وجل. أبوه بكل صراحة يعلمه بالقتل، وليس أي نوع من القتل، إنه الذبح. وبكل بساطة الابن يقبل، بل وأكثر من ذلك يشجع أباه على الذبح، ويطمئنه ويقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا تجعل رأفتك بي تقف حاجزا بينك وبين طاعة الله. امتثل لأمر الله الذي وهبني لك على الكبر. امتثل لأمر الله الذي فجر ماء زمزم من تحت قدمي في كبد الصحراء. امتثل لأمر الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويسير الوالد وولده لتنفيذ أمر ربهما عند بيداء منى قرب مكة المكرمة. وقبل بلوغهما محل الذبح، يتجلى لهما الشيطان الرجيم، موسوسا ومحاولا أن يثنيهما عن تنفيذ رؤيا الذبح، محاولا التشكيك في صدق هذه الرؤيا وضرورة تنفيذها. يتجلى لهما إبليس 3 مرات، فلا يلاقي من خليل الله إلا كل صد وزجر، والرجم كل مرة ب7 حصيات من حصى منى. وعندما ييأس إبليس من تحقيق أمنيته، يتوارى مذموما مدحورا.
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. واستسلم النبيان الصالحان الصابران الأب الشيخ والابن الشاب لأمر الله، وبدأ مشهد التنفيذ والذبح. فلما أسلما وتله للجبين، ما أروع التعبير القرآني عن حالتهما الإيمانية في هذا المشهد العجيب. فلما أسلما، إنها قمة الاستسلام لله والخضوع والعبودية له وتنفيذ أمره. هذا هو الإسلام في حقيقته وروحه وغايته. هذا هو الإسلام لله في بعده العملي وأثره الخارجي وغايته التربوية. ونتج عن إسلامهما أن تل الأب ابنه للجبين، أي صرعه وألقاه على الأرض ليتم الذبح. ماذا بقي بعد ذلك؟ لقد امتثل المؤمنان النبيان الصابران ونفذا أمر الله، فها هو الابن على الأرض، وها هو الأب واقف فوقه يحمل سكينه ويكاد يهوي به على عنق ابنه. لا يصرفه عن ذلك شيء من التردد أو الشك أو التأخر. لم تبق إلا لحظة ويتم الذبح، لكن هل الذبح هو المقصود لذاته؟ طبعا لا، فالله أرحم الراحمين، لا يرضى بالذبح والقتل. إن المقصود الذي تحقق وبأعلى المراتب وأرقى الصور هو الإسلام الفعلي، الاستسلام لله تعالى. في آخر لحظة ينادي الله سبحانه وتعالى: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. نعم، لقد صدقت الرؤيا يا إبراهيم، قد حققتها عمليا في الواقع، وكانت الرؤيا أمرا من الله من باب الابتلاء والامتحان والاختبار له ولابنه إسماعيل عليهما السلام، وقد نجحا في الامتحان نجاحا باهرا، وأعطاهما الله هذه الشهادة: إن هذا لهو البلاء المبين. وبعد الابتلاء يأتي الفداء، وفديناه بذبح عظيم. فدى الله إسماعيل بذبح عظيم، بأن قدم لإبراهيم كبشا عظيما كبيرا، وطلب منه أن يذبحه فداء لإسماعيل. لكن متى جاء الفداء؟ لقد كان ذلك بعد الاستسلام والتصديق، وبعد التضحية والابتلاء، بعد النجاح في الامتحان. وتركنا عليه في الآخرين. لقد قررت هذه الآية الفائدة والعبرة المستفادة من حادثة الذبح، فالله ترك هذه العبرة وأبقاها موجودة مؤثرة تؤثر في الآخرين القادمين من الأجيال اللاحقة. وهذه شعائر الحج في البلد الحرام خير شاهد حسي ملموس على هذه العبرة. فالكعبة المشرفة قبلة المسلمين التي يتوجهون إليها في صلاتهم كل يوم حتى قيام الساعة. أول من بناها خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وذلك بأمر من الحق سبحانه وتعالى،
فقد قاما عليهما السلام برفع القواعد من البيت، بنيا الكعبة حجرا حجرا وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يتوجهان إلى الله بالدعاء ويطلبان منه سبحانه أن يتقبل منهما عملهما وعبادتهما وبناءهما، وأن يجعلهما مسلمين له، وأن يهبهما من ذريتهما أمة مسلمة له، وأن يبعث لذريتهما رسولا منهم يدعو إلى الله ويعلمهم ويزكيهم. وقد استجاب الله دعاءهما، فبعث من بني إسماعيل رسولا هو نبينا محمد خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولكن ما هو السر في هذا النجاح والتوفيق؟ السر هو القلب السليم، القلب السليم من كل ما يناقض التوحيد والإيمان والإخلاص، القلب البريء من كل مظاهر أمراض القلوب الأخرى، القلب الخالص لربه. وبهذا القلب السليم الصافي الخالص تحرك إبراهيم في حياته ونشر رسالته وواجه أعداءه وأقبل على ربه، فارتقى من نجاح إلى نجاح ومن توفيق إلى توفيق. فكنت حقا يا إبراهيم أبا الأنبياء والمسلم الحقيقي لله رب العالمين، المسلم الذي يمتثل لأمر ربه حتى لو كان في ذلك تضحيته بكل ما يملك وبأغلى ما يملك في هذه الحياة الدنيا.